اهلا بكم في قناتي انتي وحياتك احلى مع دودي. انا غدا سعد الدين، يا رب يومكم النهارده يكون جميل. والنهارده حبيت ان انا اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا. هل الروتين اللي احنا بنعمله لبشرتنا كافي ان بشرتنا تبقى صحيه؟ الاجابه لا. الحقيقه انه في اهم من الروتين اللي احنا بنعمله لبشرتنا، قبليه لازم نعمل 5 حاجات مهمين جدا 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 لصحتنا وصحة بشرتنا. أول حاجة لازم نعملها هو الأكل الصحي. لازم جدا نهتم بأكلنا لصحة جسمنا ولصحة بشرتنا. ما ينفعش أبدا أكون باكل جونك فود وأكل أكل غير صحي وعامل روتين لبشرتي وأرجع أقول بشرتي ما بتتحسنش ليه أو أنا جسمي تعبان ليه. لازم ندخل حياتنا ثقافة الأكل الصحي، ونبعد بقى عن المقليات، ونبعد عن أهم 3 حاجات بتدمر الصحة، وهي السكر الأبيض والدقيق الأبيض وكمان الملح. وندخل دايما الحاجات الصحية زي البذور، بذور الكتان مثلا، بذور الشيا، وكمان المكسرات زي مثلا اللوز، وكل الأكل مثلا المشوي المسلوق، ونبعد عن الجانك فود، ونبعد كمان عن المقليات. تاني حاجة شرب المية. المية هي أساس الحياة. المية هي اللي بتخلي لنا بشرتنا صحية، جسمنا صحي، بتخلي كل حاجة مظبوطة. لازم نشرب مش أقل من 8 أكواب في اليوم. تالت حاجة النوم. النوم الصحي هو النوم بتاع بالليل. النوم بتاع بالليل هو أكتر حاجة بتخلي صحتنا حلو. بقى بننام عدد ساعات كافية من النوم، ولكن يومنا متشقلب الصبح وبالليل بنصحى والصبح بننام، الكلام ده غير صحي بالمرة. لازم ننام بالليل، ده هو النوم الصحي. ننام بالليل مش أقل من 6 ساعات نوم عشان صحتنا وعشان جسمنا يقدر يستفيد بالنوم ده. يبقى لازم ننام عدد ساعات كافية. رابع حاجة الصحة النفسية والعقلية. لازم نبعد عن أي توتر وأي علاقات سامة زي اللي أنا قلتها لكم في الفيديو اللي فات، هسيب لكم لينك الفيديو. لازم نحافظ على صحتنا النفسية والعقلية، ونبعد عن أي علاقات وحشة بتضايقنا، نبعد عن أي توتر، ما ناخدش كل حاجة على أعصابنا، ناخد كل حاجة كده باتزان وبهدوء، وده علشان صحتنا وصحة بشرتنا وصحة جسمنا كمان. خامس حاجة الكشف الدوري. لازم على الأقل كل 6 شهور نعمل تشيك اب كده على جسمنا، نعمل كشف دوري ونعمل تحاليل اللازمة علشان نعرف ايه الفيتامينز اللي ناقصة جسمنا، ولو في اي حاجة لا قدر الله نقدر نلحقها في الأول. ودي أهم 5 حاجات هتخلينا نحافظ على صحتنا وعلى صحة بشرتنا. مع كده بقى الروتين اللي احنا بنعمله ببشرتنا هنلاقي بشرتنا بقت زي الفل، انما لما نعمل حاجة من الاتنين لوحدها مش هينفع، وهنلاقي بشرتنا مفيش اي تحسن، بالعكس هنلاقي بشرتنا فيها جفاف من مثلا من قلة شرب المية والكلام ده. فلازم ان احنا نتبع الحاجتين مع بعض، نتبع عادات صحية وفي نفس الوقت نعمل روتين ونهتم ببشرتنا. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم من انتي وحياتك احلى مع دودي، واشوفكم يا رب على خير في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.